السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ كذا حد سألني على التتينة، انواع التتينة وازاي نشتري تتينة كويسة للبيبي. انا النهاردة جايبة لكم 3 انواع من التتينة، وهقول لكم انهي تتينة اللي نقدر نستخدمها وما تبوظ ما تبوظ اسنان البيبي وبقه، ويعني وتساعده ان هو بقه يبقى كويس وينمو بشكل مظبوط من غير ما تعمل له اي مشاكل في نمو الفك، وبسهولة ان هو يستغنى عنها وان هو ما يرفضش الرضاعة مع التيتينا، يقدر يعني يستخدم التيتينا عادي وفي نفس الوقت ما تأثرش على الرضاعة بتاعته. فدلوقتي انا جايبه لكم 3 انواع من التيتينا. اول حاجة التيتينا اللي هي المدورة، دي بتبقى عاملة زي العنبة كده، شايفينها؟ دي مدورة، بس دي احنا منفضلهاش لان دي هي اللي بتبوظ البق، لانها بتبقى زي ما انتوا شايفين كده في الكاميرا مدورة كده، وهي بتضايق البيبي في بقه، ودي اللي ممكن تبقى تعمل مشاكل في الاسنان، فدي ما نفضلش ان احنا نشتريها اصلا، اللي هو الشكل المدور ده منفضلهوش. عندك اول حاجة لما البيبي حديث الولادة بقى لسه البيبي مولود، بنجيب له فيه نوع تاني من التتينة اللي هي دي اسمها المبططة، دي بتبقى صغننه ويقدر البيبي بيبقى لسه صغنن ومش قادر ان هو يقدر يمص تيتينه كبيره، فبيبقى محتاج حاجه صغيره عشان ما يعني ما تساعده في ان هو يقدر ياخدها يعني وما يرفضهاش. بصي هتلاقيها مبططه كده وشكلها عامل كده، الكاميرا جايباها، دي التيتينه اللي هي المبططه، واضحه معانا في التصوير؟ دي المبططة دي جبتها لحد بتستخدميها مثلا لحد 4 شهور ولا حاجة، التيتينة دي او ممكن اكتر على حسب بقى البيبي بتاعك هيقدر ياخدها ولا لا، بس هي دي صغننة. هوريكي بقى التيتينة التانية، دي التيتينة اللي هي الدكاترة اللي بيفضل نستخدمها لما البيبي يكبر شوية، دي اللي متأثرش على سنانه، اللي هو النوع ده اسمها المشطوفة، دي متأثرش على سنان البيبي خالص وبتساعده ان هو الفك عنده ينمو بطريقة مظبوطة وما يحصلش بقى، عشان في التيتينا اللي هي زي ما قلت لك تخلي البق طالع عشان هي حجمها كبير، فطبعا بتخلي البق مش مستويه مع بقه جوه، فبتخلي ان هو يطلع له مثلا زي مشاكل في النمو وتخلي سنانه تبقى طالعه لبره، فدي مش بنفضلها خالص التيتينا دي. وعندك هنا بقى التيتينا اللي احنا بنستخدمها اللي هي التيتينا المشطوفه، اهي شايفين شكلها، دي تعتبر التيتينة المظبوطة اللي احنا المفروض نستخدمها، دي اللي دكاترة الأسنان بينصحوا بيها للبيبي متأثرش على أسنانه، اللي هي المشطوفة بالطريقة دي. ياريت تكون واضحة في التصوير، دي انتوا طبعا شايفين الحجم بتاع اللي هي حديث الولادة كانت صغننة ازاي بالنسبة للي هي الأكبر شوية. دي انا كنت جايباها من كامبو البيبي، كانت بحوالي 75 جنيه، ودي الحلقة بتاعتها من هنا بتنور، دي كانت حلوة قوي انا بحبها جدا، الحلقة دي بتبقى في النور كده اول ما تطفي الاضاءة بتلاقيها بتنور، فكانت جميلة جدا بصراحة، هو كان حاببها اول ما مدت هنا، دي ده كان هو لسه بيبي، كان لسه لحد بتاع 4 شهور او 5 شهور كان بيستخدم دي. بعد كده انا اشتريت دي المبططة زي ما شفت على سألت في الجروبات وكده، وشفت اللي هو دكاترة الاسنان، سألت دكتور وقال ان دي احسن حاجة اللي هي المبططة المشطوفة بالطريقة دي، وان شاء الله تعجبكم لو جربتوها هتبقى احسن، بس اهم حاجة انتوا بس متجيبوش اللي هي المدورة دي عشان دي اللي بتتعب البيبي، دي اللي بتأثر على الاسنان، بتأثر على نمو الاسنان وتأثر على تعمل مشاكل في الفك يعني وبس. وده طبعا اللي هو الماسك بتاعها، الماسك بتاع التيتينة في منه انواع، انا كنت جايبه ده من بابلز وده كنت جايباه من سفاري، كنت على ايه طبعا في التيتينة عشان ما تقعش منه، وحاولي ان انتي على طول تغسلي التيتينة، تغسليها بمية مغلية، تحطيها تعقميها حوالي 3 دقايق، تعقمي التيتينة 3 دقايق علشان تبقى صحية للبيبي، واول ما تقع منه ولا حاجة انتي على طول تغسليها وتعقميها دايما. بس
يا رب يكون الفيديو عجبكم، واستنوا مني فيديوهات تانية كتير عن ازاي تتعاملي مع بيبي الصغير حديث الولادة، وبعد كده هناخد ناخد مراحل بتاعة البيبي كلها ان شاء الله، ونشوف هو بيحتاج ياكل ايه، ازاي تنظمي الرضاعة بتاعة البيبي، ازاي تحاولي تهديه وتنيميه بحيث ان هو تبقي فاهمة هو عايز ايه ومحتاج ايه. حاجات كتير ان شاء الله هتكلم معاكم فيها وبخصوص البيبي، وهنخش ان شاء الله في مرحلة ازاي نختار الاكل بتاع البيبي وازاي نجهزه. هنجهز مع بعض اكلات للبيبي وهنعمله المشروبات بتاعته، وهعمل لكم برضو حلقة تانية على انواع الببرونات، انت ازاي تختاري الببرونة المناسبة للبيبي بحيث ان هو يقدر يستخدمها مع الرضاعة وما يرفضش الرضاعة الطبيعي، يبقى مع بجانب الرضاعة الطبيعي يبقى معاكي الببرونة بتاعته. في ببرونات مخصصة انا هجيب لكم هعمل لكم حلقة عن الببرونات ان احنا نختارها مع بعض، ازاي تختاري الببرونة مع بعض. وبرضو لو نعمل لكم حلقة عن مستلزمات البيبي او شنطة المستشفى، ازاي ايه الحاجات اللي بتحتاجيها وتاخديها معاكي وانت رايحة تولدي، وايه الحاجات بالنسبة للام وبالنسبة للبيبي. انا اقول لكم الاتنين، وهقول لك ازاي تعملي حاجات في الولادة القيصري والولادة الطبيعي، وازاي تسهلي الولادة على نفسك، حاجات كتير هنتكلم فيها مع بعض. واكتبوا لي في الكومنتات انتوا عايزين تشوفوا عايزين ايه، او تعرفوا اتكلم عن ايه، او انتوا عايزين تشوفوا ايه، وانا كله هقوله لكم. في مستلزمات البيبي من الصيدليه دي، الحاجات كلها انا هعمل لكم حلقه عليها، اجيب لكم كل مستلزمات البيبي وبالمراحل، من اول من عمر اللي هو من حديث الولاده لحد 4 شهور. وهقول لكم امتى تبداي تدخلي اكل للبيبي، وامتى يعني امتى نبدا ندخل اكل البيبي، وامتى تقعدي البيبي، وامتى تبداي تمشيه. وهوريكم ايه الحاجات اللي انا جبتها وندمت ان انا اشتريتها وما استخدمتهاش ما استنفعتش بيها، وهوريكم ايه الحاجات اللي نفعتني لحد دلوقتي من ساعه ما البيبي اتولد. يعني هتكلم معاكم بصراحه ان شاء الله على كل حاجه، وانتوا شوفوا انتوا محتاجين تعرفوا ايه، واي اسئله او اي حاجه انا هجاوب عليها، وصبوها لي في الكومنتات. واتمنى يكون الفيديو بتاعي عجبكم، ولو عجبكم دوسوا لايك واعملوا شير للفيديو وسبسكرايب للقناة. شكرا.